صباح الخير العشره، كنتمنى لكم تكونوا بخير وتكون صحه جيده. الحلقه الثانيه من لي بريزونسيون، هانتوما اللعيبه باقا خاويه هي الكارطه. المهم تسناو نوصلوا نوصلوا للبلاصه فين غادي ناخذوا اللعيبات، ونوريكم اللعيبات كيفاش دايرين وفيهم العناوين. ضروري خصكم تعرفوا الماب الدراري، كتعمر الماب بالعناوين وتمشي تخدم على راسك الدراري. المهم نمشيو دابا نتحركوا للبلاصه ونشوفوا كيفاش البلاصه. المهم الدراري هذه هي الكتكات ديالي، وتنتسناو السانسور باش يجي باش نمشيو نهبطوا لتحت. يا الله خليكم معنا الدراري. ايه العشره، المهم القضيه مغيمه، مازال ما خرجتش الشميشه الدراري، وبان لي القضيه تقدر تكون فيها الشتا، ولا كانت فيها الشتا غادي نريطو غاديش نكملو هذيك الخدمه. وهذه هي الحاجه الخايبه في هذه الخدمه، هذه انه الا كان الشتا صافي خصك تحبس اولا غتسرد. هذه هي اللي فيها الدراري. المهم خليكم معنا نمشيو نشوفو نهزو اللعيبات ونبارطاجي معكم اللعيبات كاملين. قطعوا دابا الطريق مع هاد الخضر باقي شاعل. المهم العشره نصغر عمرنا الكرو ديالنا دابا عمر، هانتوما نمشيو نوصلو الحويجه ديالهم الناس كدا اللي شرا شي لعيبه نمشيو نوصلو عليه ونشوفو من بعد حتى الاخر. ديال الشهر هادي بان لينا البلان، حيتاش بالنهار تتبان شويه عيان، فهمتوني كيفاش تيبان داك الشيء الصالير شويه عيان، داك الشيء طايح الدراري، ولكن تنكملو الشهر ونشوفو كيفاش غادي نحكمو على هاد الخدمه هادي، نشوفو كيفاش البلان. الا كانت مسلكه غادي نكملو فيها، ما كانتش مسلكه انا الدراري غادي نخرجو منها، ولا لا ما ندبرو شي حاجه جديده، شي حاجه تكون واعره عادي تولي على الدراري. وفي الغربه راه هي هادي، ضروري بنادم يخدم هكا وهكا ويديباني هكا وهكا حتى تيسر الامور، وديك الساعه تكون القضيه مبلبله ديال بصح. المهم تهلاو لي فراسكم، غادي نمشي دابا نفرق هادشي. ايه فوالا العشره كنت واجد في المترو اساعي البارده، هانتوما السلعه من عندنا غريبه، هانتوما نقلب لكم الكاميرا شبان لي داكشي ناضي. شوفوا هاد الكرطاب لا السلعه، كرطاب السلعه وساعي البارد. تنتسناو السنسور الدراري يجي. ايه فوالا العشره، المهم دابا يلاه جري الكارو، ها هو الكارو الى تيبان لكم، ها هو لا جي. المهم هو هذا والكارطاب ديما باش نديرو فيه الماكله ديالنا واللعيبات. ودابا غادي نمشيو نفرقو الناس اللعيبات ديالهم اللي شرا شي لعيبه، نمشيو نفرقوها ليه ونعطيوها ليه، داكشي اللي كاين الدراري بقاو معنا حتى لاخر الفيديو. المهم الدراري بما انه ستوب شادنا دابا حاليا، هانتوما داكشي غادي تيتقاضى قريب ان شاء الله نساليو هادشي هذا. ودابا جينا للسبيطار، على السبيطار كاين واحد الدكتور مضمون ديالها شي لعيبه شي وزه، غنمشيو نوصلو عليه. وهادشي باش مزيان، هاد اللعيبه هادي كتخليك تكون طاقتا مع بزاف الناس، ومنها تعلم اللغه بزاف اللعيبات. ايوا دابا غادي نمشيو الدراري نوصلو ليه اللعيبه ديالو، ومن تما نمشيو للناس اخرين ونكملو هادشي. اوه هادشي تاهي الدراري، ومن نعطيو لهاد اللعيبه ديالو نمشيو نكملو داكشي اللي بقى لينا، بقاو معنا باش تشوفوا البلان كيفاش داير. واحد الشرفه زربات على ستوب، انا تنزرب على ستوب حتى انا. المهم شوفوا ها وها عفط. المهم الدراري الناس يجيو يداوا وكدا، خصني ندوي بشويه وانا تنجي نفرق عليهم الباكيتيس. هاي لا الحماقه الدراري بالله. هانتوما في السبيطار، حنا تنتواجدو دابا في السبيطار. اي العشره صافي، راه مشينا صحاب لينا في الاول طبيب، ساعه خرجت الطبيبه ما معطينا على اللعيبه ديالها، سينات على اللعيبه، ودابا خصنا نقطعو الطريق. هانتوما هاد المسخوط هذا دابا تشوفوه معنا، علاش وقف ليا في الطريق بحال هذا، نهرس لي ديك المشقوفه ديالو ونتم دايز هادي جدا، حيتاش علاش وقف لي في ممر الراجلين، لا وقفتي في ممر الراجلين تاكل الدق ما تصور تا وزا، هو ماشي انا. المهم الدراري حنا غاديين دابا، عرفتي واحد الهبطه الدراري واه كتم غادي تجري جرا الدراري. المهم حنا دابا نمشيو عاوتاني نفرقوا شي حاجه اخرى، كريتين على غدا وكتنقص غدا وكتخوى، ونمشيو حتى نشوف واش كاين عشان. اي العشره المهم اليوم هي ديال السبيطار، هانتوما هذا عاوتاني السبيطار، يعني بحال داكشي ديال الكلينيك خصنا نوصلو ليه واحد الباكيتي ديالو. هانتوما بدات كينقص داكشي ناصو، نمشيو ندخلو نشوفو كيفاش البلان، نمشيو نفرقو ليه اللعيبات. قال لك اسيدي هذا الله دخل. كما قلت لكم الدراري المهم ما وصلناش كلشي، حيتاش دابا راه تقريبا اليوم 27 في الشهر، 28 في الشهر، وقرب راس العام صافي، راه مبقى ليه والو، كلشي تيمشي نشر تيمشي
يشدوا لوطيلات اللعيبه داكشي علاش ما تلقاش بزاف الناس في الدار الا قليل، كاين اللي مسافر كاين اللي كذا نسى كاع بلي عندهم ضمان ديال شي لعبه وداكشي علاش غترجع للشركه ومن بعد عاوتاني عاود تولي. داكشي علاش تهلاو ليا فراسكم وتنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تابوناو وبارطاجيو وراكم تما تما الاجواء الدراري من الدراري البلاصه اللي غنمشيو ليها راه بعيده، داكشي علاش اضطريت انني نمشي للطوبيس ونشوف الطوبيس عزاني. ايوا العشيران يلاه هبطنا من الطوبيس وطالعين واحد العقبه. شوف 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 واو 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 هادشي باش ما كنحماش الخدمه في هاد الجهه هادي كلها عقابي وما كاين غير تمشى 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 تمشى. ايوا الدراري ما تنساوش البارطاج البارطاج ماكسيموم البارطاج الدراري وتابوناو اللي مازال ما ابونيش يدير دابا ابوني كدا بارطاجي حط شي كومونتير هكدا كي جاتك الخدمه كي جاك هادشي هذا حتى شي وزه ما سهله الدراري حتى شي حاجه ما سهله. وتنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، خليكم معنا غادي نمشيو نزيدو نطلعو الفوق باش يلاه نوصل هاد الباكيتي هادي. كيما قلت لكم اليوم مشينا وصلنا لجوج دريات في السبيطار كل وحده فقنت. المهم نمشيو نزيدو نكملو هاد النهار هذا نشوفو كيفاش غنساليو هاد النهار هذا. ايه العشران المهم الصداع ديال الطوموبيلات واللعيبات. المهم قررت نسالي هاد الدراري اللعيبه اخوات بقاو لي شي ثلاثة نمشي لليبريوم دابا ونمشي في حالاتي صافي هادشي اللي كاين. دابا تقريبا شي ثلاثة د العشية اليوم ما كانش السلعة بزاف داكشي علاش بان ليبري لا شي بزاف وكما كنقولو كل نهار ورزقو. المهم خليكم معايا نمشيو لليبريو هاد الثلاثة هادو ومن تما نشوفو البلان كي داير وكدا. اليوم الغيام قالت لي اليوم بلي تقدر تكون شي شتا الدراري. شوف شوف الدنيا كي مغيمة الدراري واو هاد الجو هذا ديال شي تشي بلاينا ما سيدي وشي لعيبات هكدا هاي هاي. المهم الدراري خليكم معنا باش نمشيو نشوفو الديريكسيون عندها هما الدراري بقى داوي معاكم ونصدق نتلف الديريكسيون. باقي 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 الديريكسيون شويه لقدام الدراري ونمشيو نبريو اللعيبات ونشوفو كيفاش الاتاويش كيفاش غيساليو. المهم تهلاو في راسكم انا غادي دابا نمشي نشوفو كيفاش البلان. عيسى الدراري طلع هبط طلع هبط اللعيبات كدا. المهم خليكم راكم تما الدراري. المهم دابا العشرة نصوص وقت الغدا طوم خبز لعيبات المهم حقكم في الجنة تهلاو ليا براسكم تغدا. دابا راه ساليت الخدمة وغادي نمشي نشوف إذا عطاوني شي حاجة أخرى غنمشي نليفريها. ما عطاونا والو تسالى داكشي صافي غادي نمشيو في حالاتنا. اي فوالا العشرة المهم دابا راه تقريبا شي الخمسة د العشية والدراري صافي سالاو وتانا ساليت من قبيلة تقريبا شي الربعة ثلاثة ونص ثلاثة ونص ساليت وبقيت كنتسنى في الدراري سالي ودابا سالاو الدراري وشاطو لينا شي لعيبات. المهم هاد اللعيبات اللي تيشيطو تيكونو مواليهم يا مشاو مسافرين شي بلاصة ان راس العام دابا كلشي تيكون مسافر كلشي تيكون خارج داكشي علاش متوصلوش كلشي. اي العشرة المهم راه شاطو لنا شي لعيبات هانتوما تشوفو معانا اللعيبات اللي شاطو. هادو هما الناس اللي مكاينينش في الدار هادو الناس اللي ما تلقاوهمش في الدار ما عندي ما ندير ليهم تنصوني عليهم يا شي خارج يتسركل يا شي خارج يمشي يتسارى يا كلها وكيفاش. المهم الدراري خصنا نشوفوا الطريق بعد الطريق عامره انتم كلشي نشاط الفيشطات وكذا داكشي علاش الدراري دابا صافي سالينا 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 من هاد الخدمه سالينا. المهم الدراري راه سالينا دابا صافي الخدمه ديالنا اليوم وتا الغدا ان شاء الله عاوتاني غيكون وحدين اخرين جداد وبلايص اخرين ونبارطاجيو معكم واحد اللعيبه. باقي خصني واحد اللعيبه ديال الماتيريال باش نبقى نشد كاميرا تبقى تشد ليها الطريق واللعيبات كدا نبقى نصور الطريق انا غادي هنا جاي هنا باش تعيشوا معايا اللحظات ديال بصح. ولكن وقيلا قويت عليكم الدراري قويت عليكم بارطاج يا صاحبي لايك اصاحبي ماكاش خاسر بارطاجي لايك محتوى زوين وكدا ماشي شي حاجه ديال التفاهه لا بغيتي التفاهه ثاني هذيك حاجه اخرى العشره يلاه تهلاو لينا فلاشين وراكم تما.